اللعبة اسمها سارق حاكم ضارب مفتش. لك الصدمة هذا. أوكي. يلا. يلا. في شخص رح يكون سارق. في شخص رح يكون ضارب يضرب هو. شخص رح يكون حاكم هو اللي يحكم على كم ضربة. ده كل شيء خبيط نسيم. وفي شخص رح يكون مفتش رح يقول مين السارق. وإذا أخطأ المفتش بيأكل هو الضرب. أنا مش قادرة أفكر. فكري في إيه حبيبي؟ ما فيش تفكير اللعبة دي. انت يعني ممنوع نقول مين يعني شو ممنوع كل واحد يقول شو الورقه اللي اجت بس يخبيها ويقول يلا اوكي والمفتش اللي يلاقي حاله مفتش يقول انا مفتش ويقترح مين من منا هو السارق اوكي يعني في سارق وفي مفتش وفي اذا اكتشف حلو حلو حاكم في سارق ومفتش وحاكم والحاكم بيعمل ايه الحاكم بيحكم كم ضربه مثلا يلا لذيذه حلوه كثير كمان هذا كيف يلا بسرعه حالي واحدة بس اختاري حبيبي أكيد واحدة يلا المفتش حل على الأجنب ويشوف مين هو مين مفتش أنا مفتش يلا مين سارق اقترحي واحد من الثلاثة أنا أو حنان بحسه سارق بس هو مش سارق فاهم كتير ذكية هاي دي كتير ذكية بهنيكي لا ما تعطي تخمينات حطها هنيك خيطة مفتش هو اللي بيضرب؟ انت السارق لا يا حبيبتي غلط هو السارق لا انا الضارب السارق هتعملوا لي ايه؟ هنضربك مين حاكم؟ انت حتحكم انا حاكم ايه انا الضارب فيك تحكم يعني اذا قويين الضربات او ضعاف لا ضعاف لا قويين لانه زعلت رفايات اوكي كم ضربه؟ مروان اثنين ما تحكي عنه اثنين يلا هاتي ما اخ حنان زعلت رفايات واحد تاني كيدر كيدر واحد تاني ايه لهذه اللعبه زعلت مين الي انا زعلتني انا اذا 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 بعد ايدك انا وياك واحد يا رفايل لا لا مفتش انت مفتش تاني كمان مره ما تسال مين مفتش خلص انت مفتش على طول اوكي انت السارق صح وانا الضارب بصوا امسكوا ده عادي حنان شوي عادي كارتك فين زعلتي عادي في حنان بيتركك منيح يا الله يا حنان على الحكي يلا زعلت حنان هات الاوراق لضبهم انا بس دي انا ضارب ايه ما خلص انا ضارب ما في حنان خليك تضرب يا نسيم مين حاكم وقولي كم ضربه حنان هي حاكمه حنان كم ضربه بدك اياها اضرب نسيم 10 وهي ولا خفيف ستاب 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 لا 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 حرام خلص عشرة شفنا عليه حرام انا اسيبه بحس لا اسال لعبه شفتها في حياتي دي بجد ده لعبه مفتش ده تاريخ اللعبه التونسي دي لعبه اطفال